نروح دلوقتي للمغرب ومعانا سيادة السفير ياسر عثمان سفير مصر في المغرب علشان نطمن أكتر على الترتيبات النهائية. مشرفنا منورنا على قناة الأهلي سيادة السفير. أهلا بحضرتك، أهلا بيك يا فندم. منورنا على قناة الأهلي، ويعني عايزين حضرتك تحطنا في الصورة الترتيبات بقى النهائية لمباراة النهائي الأفريقي الأهلي والوداد. اكيد يا فندم، انا حاضر حضرتك كل حاجه بالتفصيل. يعني طبعا اولا انه احنا بنأكد طبعا انه احنا يعني هذا الحدث الرياضي ده طبعا بيدور في اطار العلاقات المتميزه بين مصر والمغرب على مستوى الدولتين وعلى مستوى الشعبين، وانه الهدف الاساسي ان احنا ندعم هذه العلاقات من خلال هذا الحدث الرياضي. النقطه الثانيه، النهارده كان في اجتماعات طول النهار بيني وبين السفاره وبين كل الجهات المغربيه المعنيه، وزاره الخارجيه، جهات المطار، الاتحاد الكره المغربي، وتم وضع اليه ميسره لدخول المواطنين المصريين المشجعين الى المغرب لتشجيع النادي الاهلي. تمام. ده كان الهدف الاساسي من الاجتماعات النهارده بناء على تكليف السيد وزير الخارجيه انه لازم نضع هذه الاليه قبل المباراه بوقت كافي. وبالتالي تم وضع هذه الاليه بتفاصيلها وتم وفاه بها طبعا النادي الاهلي وشركات السياحه تتولى ان شاء الله يعني القائمه على تمثيل الجماهير الى المغرب ان شاء الله. تمام. النادي الاهلي يا سياده السفير في كل بياناته السابقه بيؤكد على توطيد العلاقه ما بيننا وبين اشقائنا في المغرب، وكانت مشكلتنا كلها مع الكاف في وضع ملعب محايد. العلاقه دلوقتي والاجواء والصحف المغربيه بتكتب ازاي عن هذا اللقاء؟ لا يعني هو طبعا انا هقول لحضرتك حاجه، اولا النهارده في الاجتماعات مع كل المسؤولين المغاربه بياكدوا على الاخوه والاستعداد والنيه الطيبه وتوفير كل الضمانات وكل التسهيلات اللي بيطلبها النادي الاهلي بمناسبه النهارده. كان هو يعني الاساس اللي بنتكلم فيه مع الاخوه المغاربه، عشان كده وصلنا في يوم واحد لاليه متكامله، يعني ما دخلناش اكثر من اجتماعات في يوم واحد. وبالتالي ده بيدل على طبعا يعني مدى حرصهم على العلاقات الاخويه مع مصر ومع النادي الاهلي. الاعلام هنا بالعكس، الاعلام هنا بتحاول نقول دايما يا جماعه انه هذه المباراه هي مباراه هامه وحدث رياضي هام جدا، ولكن يصب في اطار العلاقات الاخويه اللي موجوده، وبالتالي لا يجب ابدا ان يخرج او تخرج اي تغطيه اعلاميه او تناول هذا الحدث عن هذا الاطار الاخوي بين الشعب. تمام. ترتيبات السفاره بقى سياده السفير يعني في استقبال جماهير النادي الاهلي. تمام يا فندم. طبعا اولا ان شاء الله بعثه النادي الاهلي تتصل غدا تقوم في استقبالهم. كل حاجه جاهزه بالنسبه لبعثه النادي الاهلي فيما يتعلق بالاستقبال، بالتامين، بمباراه الكاد التمرين، بكله تمام، ده كله ده جاهز بالنسبه للنادي الاهلي. فيما يتعلق بالجماهير، تم وضع اليه مع الجانب المغربي اليوم انه هتكون هناك قوائم، الجانب المصري اللي هو شركات السياحه ومصر الطيران هتوفينا بقوائم الجمهور اللي هيجي على رحلات الطيران، وسيتم اعطاء التاشيرات في المطار لجمهور النادي الاهلي. كويس. سيكون هناك مكتب خاص من الجهات المعنيه المغربيه وممثل من السفاره في المطار يستقبل الجماهير ويعمل على حل مشاكلها، ويكون هناك طبعا شركات السياحه توفر وسائل الانتقال من المطار الى الاستاد ان شاء الله للتسجيل، ومن الاستاد ان شاء الله الى المطار والى القاهره، يعني ان شاء الله عوده حديثه. وده شيء جيد، يعني النهارده هيكون في احد يعني العاملين في السفاره متواجد في المطار لتسهيل كل الاجراءات لجماهير النادي الاهلي، صح كده؟ لا مش واحد يا فندم، احنا السفاره ده مجموعه طبعا، مجموعه كبيره طبعا. المطار من الاستاد مجندين، احنا كويس لهذا الحدث الرئاسي بتعليمات الاستاذ وزير الخارجيه، كل السفاره مجنده كويس لهذا الحدث الرياضي ان شاء الله. احنا عشان كده قمنا بالترتيبات قبل الماتش باكثر من 6 ايام عشان يبقى كل الخطوط العريضه والاليه واضحه ونقدر نشتغل بمتسق. تمام. يعني اذا التاشيره في المطار دلوقتي سياده السفير. تمام يا فندم، وفقا للقوائم اللي هبعتها الجانب المصري لينا. تمام. اشتغل عليها وفي تاشيرات في المطار. طيب ده شيء جيد وشيء محترم طبعا من السفاره على رسوم سياده السفير ياسر عثمان. الحاجه الثانيه، النهارده وصل الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي يعني عشان يشوفوا الاقامه، يشوفوا الملاعب، التدريب. طبعا اكيد السفاره كانت في استقبالهم النهارده وكانت مصاحبه ليهم في كل الامور النهارده.
طبعا هم وصلوا بالسلامه، السفاره طبعا كانت موجوده، والاتحاد المغربي كان موجود، وكان في التبادل متراء اكثر من جهه مغربيه كمان اتفاقا للحق. وان شاء الله هم سيبداوا ابتداء من بكره ان شاء الله فيما يتعلق بالحاجات التنظيميه الخاصه بالمباراه، واحنا معاهم احنا مع يعني مع البعثه يعني على طول خط كل الخطوات. ودايما الخارجيه المصريه بتكون دايما في الميعاد. بنشكرك يا سياده السفير، شكرا جزيلا، وكل التوفيق ان شاء الله يعني للاعبي النادي الاهلي. واحنا عارفين دايما السفاره المصريه في المغرب يعني بتكون في استقبال كبير لكل البعثات، وخاصه بعثه النادي الاهلي. بنشكرك شكرا جزيلا.